صادف اليوم الأحد 10/3 اختتام بطولة كأس مدارس النخبة بنسختها السابعة برعاية ثانوية الإبداع الأهلية للبنات. شاركت في هذه البطولة السنوية 13 مدرسة ما بين مدارس أهلية وحكومية مسائي وصباحي من قضاء المناظرة والمشخاب والحيرة والقادسية. طبعا هذه البطولة نظمها بشكل سنوي بشكل شخصي بعد مع الدعم يعني من بعض المؤسسات الخيرية سنة مؤسسة الإبداع. نريد الفوز هذا استاذ محمد مدينة إعلام المسائية، ونشكر الجمهور اللي زارنا من بداية البطولة، وشكر للجميع، أشكر استاذ زي على تنظيم الرائع، شكر للجماهير الحاضرة. محمد يحيى. اختتمت البطولة اليوم بين فريقي إعدادية سيد الأنام ثانوية العلامة رضا الهندي، انتهت بفوز فريق العلامة رضا الهندي بركلات الترجيح. البطولة تنشيطية بسبع نسخ مختلفة عن نسخ سابقة، إن شاء الله انتظرونا بنسخة ثامنة ستكون الأفضل على الإطلاق من خلال هذه السبع سنوات التي مرت على البطولة.